السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أعمل في شركة عبر الإنترنت، شركة بيع مباشر، فيها منتجات مختلفة من مأكولات ومشروبات وخلافة، وأسعار متفاوتة برضو. والشركة من أنظمتها إن أنا أجيب أعضاء للشركة أضيفهم فيها، ولما بضيف العضو ده للشركة باخد عليه نسبة. استنى عفوا عفوا عفوا، لحظة بس، لحظة لحظة واحدة. هي شركة مشهورة معلومة ولا وانت تخفين اسمها، او هي شركة غريبة؟ لا شركة معروفة اسمها بريمور. طب ممكن تفصلي لي العمل مرة ثانية؟ فيها تسويق، انا ممكن اجيب المنتجات الموجودة ديت. عفوا عفوا، ما المنتجات؟ مأكولات. مأكولات معروفة؟ أيوة مأكولات معروفة. أيوة. ومنتجات عناية بالبشرة. أيوة. مكياجات ولا أيوة. بعدين ومن أنظمة الشركة إن أنا بضيف أعضاء في الشركة وباخد عليهم نسبة. الأعضاء اللي أنا ضفتهم دول لو هم ضافوا أعضاء تانيين باخد عليهم نسبة برضو من الأرباح. أيوة أيوة، كل ما هنالك تكون بس الأصل الذي يجب أن يكون متواجدا هو وجود السلع المعروفة لدى الناس. التجارة يعني هب أن هذه السلعة رز وأنا أبيع رز معروف لدى الناس كلهم، قلت قالوا لي يعني إذا جبت مسوق يشتري منك طن هنعطيك نسبة، والمسوق إذا جاب مسوق هنعطيك نسبتين، كل هذا لا بأس به ما دامت السلعة معروفة معلومة غير مجهولة. لأن المكياجات لو السعر بتاعها متفاوت مختلف. لا هنا تجد المشكلة، لأن في مكياجات مش معروفة، في مكياجات غير معلومة لدى الناس، فيتم اللعب هنا، يغشون الناس في الحاجة المعروفة بس، أي الحاجة الواضحة اليقينية المعروفة في السوق. فاهم الكلام؟ لأنه اللعب هنا في المسألة هذه، اللعب في السلعة. حتى لو في حاجات مختلفة في الشركة بس أنا ما اشتغلتش فيها واشتغلت. أنا بقول لك كان لازم تكون الشيء معروف معلوم 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 معلوم، بس لأن اللعب هنا في هذه المسألة، اللعب في بيع السلع المجهولة. اللي أنا ببيعه مش الشركة بتبيعه، يعني لو الشركة بتبيع حاجة مش معلومة وأنا ما اشتريتهاش وبعتها كده ما عليش اسمي. ماشي، لكن أنت مقيدة بالسلعة سلعة واحدة ولا ملزمة بكل أنظمة الشركة؟ لا ممكن اشتري اي حاجة انا عايزاها. ايوة، واللي يجيبيه انت اشتري اي حاجة هو عايزها ولا لا؟ نعم. الذي ستدخلينه من خلالك سيأتي باي شيء، يعني يشتري اي شيء من خلالي يأتي باي شيء هو يريده برضه. ابتعد عن اللي فيه غش للناس، الاشكالية في السلع يا اختي. شكرا.